الصلصة طماطم حطيت في الفريزر أيوه تتلاقيه بالطماطم من السوق سلوها جيدا بالماء أو تفرمها في الخلاط أو تحطها بحالها وتطيب بس الأفضل تفرمها لو مش حبي خلاص حطها بحالها وغلى على النار وبعد كده هتهدي شوية الله 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 تسلم إيديك أستاذ الطماطم من السوق تغسلها جيدا وتفرمها في الخلاط تحطها تغلي تحط لها معلقة ملح على معلقة سكر أو عندك لازم تحط لها عشان تبقى جميلة طعمها مسكر أصلا هي حلوة الطماطم عندك حط لها شوية زيت بس كده كده هتقلبها بعد كده تحط عندك بنجر حط لها حتة عندك حط لها صلصة ما عندكش خلاص ما شاء الله هي مش عاوزة حاجة أصلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.